وصل الكرة بعد ما سلم واستلم قدام ال 18 ملعوبة حلوة من غالي لمؤمن زكريا بيسيطر مؤمن ومعاه ثلاث لعيبة بيضغطوا لف حوالين نفسه التسديدة جامدة حلوة إيفونا خطير ممكن دخل بالكرة جول 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 القطر الأهلاوي الجديد إيفونا يسجل إنما هنشوف من بره ال 18 كان مؤمن ولا عبد الله السعيد اللي عمل الشغل وسدد من خارج منطقه الجزاء انما مليك ايفونا بعد 20 دقيقه يفتتح التسجيل في مواجهه اليوم من التسديده والشغل اللي اتعمل كويس قوي من بره منطقه الجزاء ابو السعود تقع منه الكوره وهيسال بشكل كبير عن الهدف اللي جابه مليك ايفونا انما عبد الله السعيد قلت لحضراتكم عبد الله مش مؤمن وفعلا عبد الله السعيد هو اللي اشتغل فردي وادي اللعيبه اللي تفاجئك بقى من بره ال 18 لما تغيب الحلول الجماعيه عن طريق ايفونا والمتابعه الجيده تقع الكوره من ابو السعود افتتاحيه اهداف اليوم عن طريق ايفونا مع الدقيقه نقاط مهمه في رحله الدفاع عن صداره الدوري وسط اعتراضات من لعيبه المقاولين العرب على طارق سامي ان في ضربه حره الكوره اللي اشتبك فيها ايفونا وسجل منها انما شايف طارق سامي ان هو خلصها من غير ما يحتك بابو السعود بيتكلم لسه محمد فضل ورامي عادل كابتن التيم وفي انذار لمحمد شعبان قدامنا اللي اداه طارق سامي عموما 1-0 كان سجل في الدور الاول اول الاهداف مؤمن زكريا بعد ربع ساعه شايف انا احمد علي خارج من الملعب طرد لاحمد علي كامل الفيرود اللي هيكلف فرقته كتير بعد ما اعترض على طارق سامي هيلعب نادي المقاولين من منتصف الشوط الاول تقريبا ناقص لاعب ولسه بيتكلم اهوت كريم الديب كمان انما عموما وصلنا للدقيقه 23 وهنشوف طارق سامي بيدي انذار وهيدي كارت احمر اتنين اتطردوا الاثاره موجوده في كارتين احمر مودي بقى هو اللي هيخرج دلوقتي وبيتكلم المساعد احمد حسام طه اللي قال حاجه للحكم انما الاثاره كانت موجوده مش في الهدف كمان كارتين للعيبه نادي المقاولين اللي هيكملوا 9 لعيبه في منتصف الشوط الاول محمد عوده بيتكلم ومعاه الكابتن حسين عبد الغني اداري الفريق كابتن مجدي محمد علي كلهم اتلموا هو تعالى طارق سامي وكارت لاحمد علي السنتر فيرويد وبعدين كارت المودي قلب الدفاع الراجل ايه هيشغل الكروت اصفر واحمر وادي كمان ابراهيم عادل مش ممكن لعيبه نادي المقاولين لازم كابتن التيم كده رامي عادل او المدير الفني يدخل يلم لعيبته ويهديهم هدف احتسب خلاص للنادي الاهلي من ايفونا من المتابعه مفيش اي مشاكل انما الانفعال والتهور من اللعيبه كلفهم طرد للثنائي مودي واحمد علي ولسه بيتكلموا مع الحكم وخلاص طارق سامي خلاص الراجل بقت ايده في جيبه ممكن يخلص على نص الفرقه ومن حقه طالما شايف المساعد قال له ان اللعيب الفلاني عمل مشكله من حقه الراجل من حقه يطرد انما 1-0 مليك ايفونا المقاولين العرب في موقف متازم بتسع لعيب بنفس الشكل ده تتلعب خطير شرير وليد سليمان ايه يا ابني الجمال ده ايفونا رزقك يا ابني رزقك يا ايفونا وليد يعمل الشغل وايفونا ايفونا ايفونا قلت لحضراتكم تندع وتمطر بعد كده ايفونا النهارده مطرت معاه عشان يوصل ل10 تجوان بهدفين في 42 دقيقه 2-0 وادع على طول الرقص بقى قلت لحضراتكم الرقصه دي هتبقى اعلان بعد كده حلوه يا ايفونا حلوه يا وليد يا سليمان انما بص بقى التمريره البلسم بتاعت عاشور يا سلام يا عاشور هنشوفها تاني حاول فيها رامي عادل هارد لك يا ولد ووليد سليمان اللي بيحطها مش عايز اقول لحضراتكم ممكن في الاعاده تيجي جون لوليد سليمان بص وليد بيعمل ايه وكلنا خلاص قمنا من مكاننا بنقول جون لوليد انما ايفونا هو اللي سجل بص عاشور بيعلق الكره ازاي يا سلام يا عاشور لمسه حلوه من حسام عاشور ووليد سليمان تحرك رائع ومهاره يعملها صالح جمعه ادي نسبه الاستحواذ الاهلي 62 وممكن اكتر كمان زمايلنا في الجرافيك ادي حلوه يا ولد يا لعيب يا سلام يا صالح يا جمعه ايه يا ابني الجمال ده هنشوف كده بيفكر في ايه الجهاز الفني
ادي 3 و3 وحارس المرمى خطيره. جول جول جول. مؤمن بطعم الاجوان، ثلاثيه اهلاويه، ولاعيبه نادي المقاولين قلت لحضراتكم اللي وقعوا واحد في الثاني، انما العرضيه منتهى الجمال والروعه، ومؤمن بيسجل هدفه رقم 12 بعرضيه ايفونا اللي قال لك انا اشتغل بقى واحد من مصممي الهجمات، واحده في منتهى الجمال والروعه، وتحرك عبقري من مؤمن زكريا. ما قدرش كده يعمل الرقابه ابراهيم عادل او رامي عادل اللي جنبه وابو السعود اللي فضل مكانه عشان يسجل النهارده ثالث اهداف النادي الاهلي. انما هنشوف ايفونا اللي عمل عرضيه نموذجيه يا ولد يا لعيب يا ايفونا، حلوه حلوه يا ولد، وادي الارتقاء من مؤمن وحاططها. هيبقى تبديل اضطراري، ممكن يكون كان عنده مشكله قبل بدايه المباراه، انما لازم الجهاز الفني اللعيب يبقى سليم 100%. دكه البدلاء قلنا شوت بيعمل عمليه الاحماء مع كريم مصطفى، وادي البينيه اللي كان فتح فيها عمر جمال وجاله الشد مع بدايه احداث المباراه. هيبقى تبديل، هنشوف كده محمد ماجد قنش. دي لعبه ايفونا مع وليد سليمان، الهجمات في بدايه الشوط والترقيصه الحلوه اللي عملها وليد لكريم الديب، بيطمن عوده اهو على عمر جمال، عامل علاقه كده انسانيه محمد عوده مع العيب.